أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بجهود الطاقات الشابة التي تحرص على الاستفادة من المقومات التي تتميز بها مملكة البحرين وتوظيف روح الابتكار والإبداع لاستضافة الفعاليات العالمية الترفيهية، مما يضيف إلى تنوع عناصر الجذب السياحي والترفيهي في المملكة. جاء ذلك لدى رعاية سموه لمعرض كوميكون القصص المصورة بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، الذي يقام للعام الثاني على التوالي في مملكة البحرين بتنظيم من مؤسسة دلة للترويج صباح اليوم في حلبة البحرين الدولية، حيث أعرب سموه عن اعتزازه بالشباب البحريني الذي سخر إمكانياته في تنظيم هذه الفعالية ذات المستوى العالمي والتي تستقطب كتاب الكوميكس ومشاهير السينما العالمية وتلقى إقبالا جماهيريا كبيرا. تمنى سموه للجميع كل التوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث بنسخته الثانية، والذي له قاعدة كبيرة لدى جيل الشباب والناشئين وفرصة لعرض إبداعاتهم في عالم الأفلام والقصص المصورة، مما يطور مشاركات أبناء البحرين في مثل هذه المعارض العالمية. Thank you.
دائما ما تثبت البحرين جدارتها في استضافة مختلف الفعاليات العالمية الرسمية منها والترفيهية، حقيقة تستند على واقع تلك المقومات التي تتميز بها المملكة لتكون نقطة جذب سياحي وترفيهي تسهم في تشجيع الشباب، خاصة على المشاركة في فعاليات تحفز تنمية روح الابتكار والإبداع لديهم. للمرة الثانية على التوالي ومن على أرض حلبة البحرين الدولية يجيء معرض القصص المصورة العالمي المعروف باسم كوميك كون ليكشف عن آخر ما أنتجته الشركات السينمائية الدولية من أفلام ومسلسلات أبطالها شخصيات خارقة تتصدر الشاشة المرئية وتستهوي قصصها الإخراجية عقول الشباب والناشئين، ممن يسكنهم الشغف الأكبر في تقليدها وتقمص أدوارها عبر ألعاب إلكترونية متطورة توجد نوعا من الحماسة لديهم. كوميك كون في السنة الثانية يعني فعالية كبيرة حق البحرين بصفة أنه يراوي العالم أن في البحرين عندنا مواهب، يعني مثل الناس اللي يرسمون في الكوميكس أو يلعبون أونلاين في الجيمينج تورنمنتس، وشركات مثل أكتيفيجن بليزرد العالمية أول مرة تيجي البحرين وقاعد تشوف يعني مثل ما يقولون البوتنشل، أو يعني الناس صج عندهم موهبة حق الجيمينج وحق الكوميكس. هذا السنة البحرين كوميك كون السنة الثانية اللي نسويها هنا في البحرين انترناشنال سيركت، وهذا السنة رحنا أكبر لأن جبنا الموفي ستارز اللي أكبر نفس ديفيد هاربر وأليسون سودول اللي في هيلبوي وسترينجر ثينجز، وفي نفس الوقت الجيمينج سيكتور حقتنا مرة أحسن من الجيمينج سيكتور اللي سويناها السنة اللي طافت، لأن هذا السنة عندنا two gaming sectors، السنة اللي طافت كان عندنا just one، والسينما عندنا حق الأطفال. تنظيم حسن إحلاله وجهود بذلت لإخراج هذا المعرض بصورة مميزة تليق بحجمه ومدى الاهتمام الكبير الذي تبديه الأجيال الصاعدة به، فهو من يمثل فرصة ذهبية لها للاطلاع على متنوع الإبداعات التي يشهدها عالم الأفلام والقصص المصورة، ويتيح عديد اللحظات التي لن تمحى من ذاكرتها وستوثق ألبابها هنيهات لا تنسى كانت قد جمعتهم بعدد من المشاهير في عالم الأفلام والتلفزيون وكل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي الترفيهي والسينمائي. جدا ممتاز أن يسوون كوميك كون في البحرين علشان الأرتست يتعرفون على بعض والرسامين يقدرون أنهم يعني يكونون من رسمهم شيء في شغلة أو شيء معين عشان تتيح لنا هذه الفرصة. حبيت أجرب كيف أشارك في كوميك كون البحرين، هذه أول مشاركة لي في الأرتست إلي في كوميك كون البحرين، شاركت قبل كده في جدة وفي الشرقية وكمان في دبي. حبيت أنه كيف الشرق الأوسط الفترة الأخيرة صار اهتمام، عملوا لنا كوميك كون زي برا سواء كان في السعودية أو إمارات أو بحرين أو غيره، بس كأول مشاركة لي هنا بصراحة المكان رائع والتنظيم كله رائع ما شاء الله، يعني هذه أول مرة وما حتكون آخر مرة إن شاء الله بشارك في المرات القادمة. السنة دي أكبر من قبل لأن من المحتوى المتواجد في الفعالية نفسها، عندنا ديفيد هاربر اللي هو في مسلسل Stranger Things وبيكون بعد الشخصية الأساسية في فيلم Hellboy أول مرة هني في الشرق الأوسط أو في البحرين، فالمجتمع قاعد يكبر والفعالية قاعد تكبر مع المجتمع. ترتيبات وايد حلوة، تنظيم وايد مرتب، وإن شاء الله في وايد فعاليات، وشيء حلو وايد إن يكون عندنا في البحرين هالنوع من الفعاليات الجديدة اللي تدعم الشباب وتدعم هالنوع من الجيمينج والأرتست. على مدار يومين من المتوقع وبشكل مقدر أن يشهد المعرض توافد ما يزيد على 20,000 زائر من داخل البحرين وخارجها للاستمتاع بأجواء نشاطاته المشوقة ومسابقاته المتنوعة، فضلا عن رؤية قسم خاص بعرض الروبوتات. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.